الحقيقه هرجع تاني لكاس العالم، لان زي ما بقول لحضراتكم المشاركات على مستوى المنتخبات العربيه اكتر من منتخب مصر، حتى على مستوى المشاركات الافريقيه. يعني حتى فريق الاعداد جايب لنا يعني حتى النتائج، افضل النتائج واسوأ النتائج للمنتخبات العربيه في كاس العالم او في تاريخ كاس العالم اللي فات. وبالتالي عايز اقول ان كل الامال، رغم ان المجموعات صعبه جدا، هنناقش دوت مع آسر حسين ناقدنا الرياضي او المحلل العالمي لكره القدم، دي حضرتك اكبر فوز للمنتخبات العربيه في تاريخ المونديال. كان فوز الجزائر 4-2 على كوريا الجنوبيه، فوز الجزائر على تشيلي 3-2، المغرب بيفوز 3-0 على اسكتلندا، وكمان المغرب بيفوز على البرتغال 3-1. يعني هي متوقفه يعني على الجزائر والمغرب. السعوديه طبعا اكبر خساره للمنتخبات العربيه في المونديال كانت هزيمه السعوديه من المانيا 8، وهزيمه السعوديه من روسيا 5، والامارات من المانيا 5-1، وتونس من بلجيكا 5-2. اتمنى ان شاء الله باذن الله نحط خانه في الحته اللي فوق، يعني نحط خانه او خانتين ان شاء الله في نتائج الايجابيه لمنتخباتنا العربيه المشاركه. بنتكلم على المنتخب السعودي سادس مشاركه، بنتكلم على تونس سادس مشاركه، والمنتخب المغربي ايضا المشاركه السادسه. على مستوى طبعا المنتخب المغربي ما بين قوسين كده هنناقش، لان عنده فرص للوصول للدور الثاني. على مستوى المنتخبات الافريقيه، السنغال، نتكلم على منتخب الكاميرون، وبنتكلم على منتخب غانا. الثلاث منتخبات دول كانوا عاملين طفره في الكره العالميه بوصولهم لدور الثمانيه، لدور الثمانيه في كاس العالم. غانا، السنغال، والكاميرون. الكاميرون سنه 90 وصلت لدور الثمانيه، الدور الثمانيه او الثمن او ربع النهائي في كاس العالم 90. طبعا روجيه ميلا كان مكسر الدنيا. على مستوى السنغال سنة 2002 المنتخب السنغالي أيضا وصل للدور الثمانية، وفي 2010 طبعا المنتخب الغاني فرد، يعني فرد في فرصة كبيرة جدا جدا لوجود منتخب أفريقي في المربع الذهبي لكأس العالم لأول مرة في التاريخ. كان قريب جدا منتخب غانا في 2010 لو حضراتكم تفتكروا، عمل مباريات أكتر من رائعة، ولكن يمكن اتهزم بشكل صعب جدا وعدم وصوله للمربع الذهبي. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمنتخباتنا العربيه والافريقيه الممثله لينا. للاسف مصر مش موجوده لكن بتمثلنا على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي.